بيقول في ايه؟ بيقول في قطع دي ان ايه تحتوي على 5000 ذره اكسجين في جزيئات السكر المكونه له. طالما قال لي دي ان ايه وسكر، يبقى السكر ده على طول C5H10O4 دي اوكسي راي بوز، يعني كل سكر فيه كام اكسجين؟ فيه 4 اكسجين. طيب انا كده من قبل ما نكمل كده ممكن نجيب عدد السكريات من الاكسجين، وانا عندي كل سكر فيه 4 اكسجين. طب وقال لي اديني كله فيه كام ذره اكسجين؟ فيه 5000 ذره اكسجين. يعني ممكن نقول ايه بقى؟ ان عدد السكر يساوي 5000 اكسجين نقسمهم على كام؟ على 4. ليه؟ لان كل سكر فيه كام اكسجين؟ فيه 4، لان ده دي ان ايه. 5000 على 4 فيها كام؟ فيها 1250. 1250. طيب ماشي كمل. فإذا علمت أن الصيغة الجزيئية لسكر ديوكسريبوز 5-10-4 يا جديم جو، فكما عدد الروابط الهيدروجينية التي توجد بين قواعد الأدينين والسيتوزين إذا احتوت القطع على 14% جوانين. 14% إيه؟ جوانين. تعالى كده بالراحة نبص. والله بقول لك إيه؟ بقول لك أنت عندك الجوانين 14%. طيب ممكن نجيب عدد الجوانين؟ قال لك عادي. ازاي؟ ما احنا جبنا عدد السكر، كنا بنقول عدد السكر بيساوي كام؟ والله احنا قلنا السكر 1200 جزيء سكر. طيب بص كده، احنا عندنا عدد السكر 1200، يبقى عدد القواعد النيتروجينيه بتساوي 1200، صح كده؟ تمام. طب بما ان هو قال الجي 14%، يبقى الجي هنقول عليها 1200 في 14 على 100، 1250. دول 1250، اي ام سو سوري، 1250 في 14 على 100. تعال نشوفوها كام. تعال نشوف شفناها كام. طلعت يا شباب 175. طب بما ان الجي 175 يبقى السي 175. طيب يبقى كده الجي زائد السي زائد الاي زائد التي بتساوي 1250. مش كلهم قواعد 1250؟ قلنا الجي ب 175 والسي 175 والاي انا مش عارفها والتي انا لسه مش عارفها. 1250 هتجيب الاي زائد التي، هتقول 1250 ناقص 175 و175 يعني كام؟ يعني 350. هتساوي 900. اذا ال A زائد ال T بتساوي 900، اذا ال A بتساوي ال T بتساوي 450. طب هو عايز ايه بقى هو في السؤال اصلا؟ عشان انا نسيت. عايز عدد الروابط الهيدروجينية اللي توجد بين ال A وال T. تعال نشوف الموجودة بين ال A وال T. قلنا طالما عايز عدد الروابط كنا بنقول ايه؟ حط ال A، حط التي بينهم كام رابطة؟ 2. لو عايز رابطة هيدروجينية بين الاي والتي هتقول عدد الاي او التي وتضرب في كام؟ في 2. الاي بكام؟ 450. في كام؟ في 2. بتساوي كام؟ بتساوي 900. طيب السؤال ده جميل جدا وفيه جاموس كتير ما بعرفش حلوه. بيقول لك تحتوي قطعة من جزيء دي ان ايه على 1200 قاعده. تمام، انا عرفت كده اللي معايا كام قاعده؟ 1200 قاعده. طيب بنسبه 3:1 من الادينين الى السيتوزين، يعني نسبه الادينين الى السيتوزين بتساوي 3:1. خلوها بقى بالانجليزي كده. فاكرين كنا خدنا مساله كده قلنا بما ان الاي على السي 3:1، اذا التي على الجي برضو بتساوي 3:1. يعني ايه؟ ما احنا قلنا لو كان البسط اللي يرتبط مع المقام خلي البسط يساوي البسط والمقام يساوي المقام. هو قال لي الاي الى السي 3:1، يبقى التي الى الجي 3:1. حلو. هو بقى عايز ايه بقى؟ هو بيقول لك الكل 1200، هو عايز عدد قواعد الجوانين في هذه القطع. تعال نشوف بالراحه كده. والله احنا قلنا ايه؟ هات لي البتاعه دي كده ونبصوا ايه بالراحه. احنا خلاص عرفنا ان احنا قلنا الاي على كانت ايه على ايه؟ ايه على سي بتساوي تي على جي بتساوي 3:1 كنسبة.
يعني ممكن نقول الـ A بتساوي 3x، دي نسبة. طب والـ T بتساوي 3x، نسبة. الـ C بتساوي 1x. طب والـ G بتساوي 1x. مش المفروض كلهم 100%؟ اه. يعني ممكن نقول A زائد T زائد C زائد G بتساوي 100%. إذن 3x زائد 3x زائد 1x زائد 1x بتساوي 100%. في مشكلة؟ طيب ما في مشاكل. اجمع يلا 3 و 3 6 8، يبقى 8x بتساوي 100%. إذن الـ x بيساوي 100 على الـ 8 فيها 12.5%. ده الـ x الواحد. ده أنا كده ممكن نجيب له القواعد كلها بقى. وعايز إيه هو؟ بالراحة كده. إذن مش احنا قلنا الـ A 3x، يعني الـ A 3 في 12.5 على 100، يعني 3 في 12.5%. 12.5% في 3 بكام؟ تعال نشوف. يعني انت هتضرب ايه؟ مش الـ A النسبة ده اهي في 3؟ اه. 12.5% في 3 هتلاقيها 37.5%. ما هو الـ X الواحدة 12.5%. يبقى الثلاثة من دول 37.5%، ده نسبة الـ A. طب نسبة الـ T نفس النظام 37.5%. طب هات لي الـ C، معنا قلنا خلاص الـ C 12.5، ما هي الـ C اهيت، هتلاقي الـ C 1x والـ G 1x. الـ X 12.5% والـ G 12.5%. حضرتك لو جمعت نص 12.5 هتلاقيهم حوالي 25%، و7 نص 37.5 هتلاقيهم 75. يبقى مجموعهم كده فعلا بكام في المية؟ 100%. هو عايز ايه بقى؟ والله يا دكتور هو عايز نسبة الايه؟ الجوانين. تعال نشوف نسبة الجوانين. احنا قلنا الجوانين 12.5 فين؟ في المية. الجوانين يا دكتور 12.5%. طب وعايز عدد القواعد، صح؟ مش القواعد كلها، هو قال لي ان القواعد كلها، تعال نشوف كده القواعد كلها بكام؟ بكام؟ ب 12000 قاعدة. يبقى نقول 12000 في 12.5 على 100. لما نحسب هنلاقيها بكام؟ هنلاقيها ب 1500 قاعدة. يبقى احنا كده عرفنا هنعمل ايه؟ هو قال لي في الأول الـ A على الـ C بـ 3 على 1، هنجيب منها الـ T على الـ G، وهنحسب ان دول نسبة. هنحسب X، يعني ايه؟ A بتساوي 3X، C بتساوي 1X، T بتساوي 3X، G بتساوي 1X. مجموعهم كلهم كام في المية؟ 100%. هنجيب الـ X بكام؟ هنجيب الـ X بـ 12.5. يبقى كده الـ A 3 في 12.5%. طب والـ T 3 في 12.5%. طب والـ C هي 12.5 والـ G 12.5. كده جبنا نسبة الـ G. طب أنا عايز القواعد كلها. طب القواعد كلها كام يا دكتورة؟ 1200 في السؤال. 1200 في، مش الـ G 12.5 والـ 1200؟ أه. يبقى 1200 في 12.5 أو 12000 بقى معلش. نقول الـ G ب 12 ايه؟ ب 12000. هتضرب 12000 في كام على كام؟ في 12.5 على 100 هتلاقيها ب 1000 وكام؟ 1500. سؤال 53. اي العبارات التاليه صحيحه عن تضاعف الدي ان ايه؟ يعمل احد الشريطين فقط كقالب بناء شريط جديد؟ والله يا دكتور احد الشريطين كقالب ديت ده في النسخ الام ار ان اي. انما في التضاعف انا بستخدم الشريطين، واحد بنبني عليه متصل والتاني بنبني ايه؟ متقطع. طب يحدث التضاعف قبل الانقسام الخلوي؟ قال لك فعلا صح، بيحدث قبل الانقسام الخلوي في طور كنا بنسميه الطور البيني، حتى تستقبل كل خلية ناتجة نسخة طبق الأصل من الفرد الأبوي. طيب تبدأ عملية التضاعف بكسر الروابط الهيدروجينية والتساهمية؟ قال لك والله التضاعف أنا بيبقوا الشريطين بينهم هيدروجينية، تبدأ الأول بإيه؟ بكسر الإيه الأول؟ قال لك بكسر الهيدروجينية، أنا ما بنكسرش الإيه؟ التساهمية أصلا. يتم إضافة النيوكليدات لشكل الشريط الجديد بشكل عشوائي، أنت عبيط يا عم، عشوائي بس روبوتين. أي رسومات بنية تالية يعبر بشكل سليم عن حدوث الانقسام في خلية جسدية لجلد فار. خلاص خلية جسدية لما تنقسم كده هننقسم انقسام يا دكتور ميتوزي، ماشي. طالما انقسام ميتوزي يبقى هي الجسدية دي كام نون أصلا؟ 2 نون. هنعتبر إن الدي إن إيه 2X، ماشي. تعالى شوف الجسدية 2X أو 2 نون. طيب هيبدأ يحصلها إيه الأول؟ تضاعف دي إن إيه، بعد التضاعف انقسام ميتوزي، رجع تاني نسخة طبق الإيه؟ نسخة طبق الأصل. في مشاكل لحد الآن؟ إنما هنا إيه ده؟ إيه ده؟ ده عملية إيه؟ ده عملية انقسام ميتوزي بقى إكس،
رجع تاني بقى عمل عمليه اقصاء. ايه 4 نون ده؟ حد حاجه 4 دي كميه دي كبيره جدا، وهنا برضو مش تنفعش. طب هنا بادي من اكس ينفع؟ قال لك لا. طب دي غالبا دي اقتران. طيب اي مال يجب توفره قبل بدء انقسام الخليه؟ طيب يا دكتور الانقسام قبل بدء الانقسام انا عايز استضاف دي ان ايه. طب تعال نشوف، هل انت عايز سكر احادي ولا عايز نيوكليوتيدا ولا احماض امينيه ولا قواعد نيتروجينيه؟ والله قبل الانقسام انا عايز استضاف دي ان ايه، صح؟ ماشي. هل انا عايز احماض امينيه؟ لا، دي انا عايزها في التر جنب. طيب يا دكتور انت عايز سكر، عايز قواعد، مش انت عايز دكتور نيوكليوتيدا؟ قالك انا عايز نيوكليوتيدات على بعضها، عايز سكر وقاعده وفوسفات. هتختار السكر بس؟ لا. اختار قواعد بس؟ قالك لا، اختار النيوكليوتيدات على ايه؟ على بعضها. انت عايز قبل الانقسام تضاف، طالما انت عايز تضاف يبقى انت عايز ايه؟ نيوكليوتيدات جديده. ما تقوليش يا دكتور ما هو النيوكليوتيد عباره عن سكر. ماشي، هو انت عايز هتاخد سكر تسيب نيوكليوتيد؟ لا طبعا. يتضاعف جزيء الدي ان ايه في بكتيريا اشريشيا كولاي بمعدل 2000 زوج من القواعد النيتروجينيه في الثانيه الواحده. يا ابويا 2000 يعني في الاوليات في بكتيريا اشريشيا كولاي بمعدل 2000 زوج في الثانيه الواحده. طيب بينما يتضاعف الدي ان ايه في الانسان بمعدل 5 مليون. يا ابويا هين 5 مليون في ايه؟ في الثانيه الواحده. ما سبب هذا الاختلاف؟ انت عايز تقول لي ان الحقيات التضاعف بتاعها ايه؟ سريع. طب الاوليات بالنسبه لدي كده اكيد بطيء. طيب ليه؟ تعال نفكرك، كنا على طول في التضاعف بتاع الاوليات كان الاوليات بيبقى دي ان ايه سايح فين؟ في السيتوبلازم. لولب موز دوج ملتحم الناحيتين متصل بالغشاء البلازمي عند نقطه، النقطه دي بيبدا عندها تضاعف الدي ان ايه، التضاعف يمشي كده واللولب يمشي كده والبنوما يمشوا ايه، يمشوا وراهم. يعني تضاعف الاوليات بيبدا عند نقطه معينه واحده وهي اتصال الدي ان ايه بالغشاء البلازمي، على عكس الدي ان ايه في حقيات النواه كان الدي ان عباره عن كده لولب مزدوج. كنا اول حاجه بنعمل فك التفاف اللولب المزدوج بنخليه يعمل كده الاول، بعد كده كنا بنقول التضاعف في الحقيات بيبدا عند اكثر من نقطه. عند اي نقطه اللولب بيدخل كده يمشي يمين ومشي شمال، يمشي يمين ومشي شمال، يمشي يمين ومشي شمال. كنت كمان شويه بتلاقي الجزيء ده بقى عامل كده. صح افتكرت، كان بيعمل حاجه اسمها فقاعه الايه، التضاعف بتاعت الدي ان ايه. كان البرمجه بيبدا يبص هنا كده ويشتغل بقى يبني انشطه في الفقاعه. بقى كده عملت تضاعف، تضاعف تضاعف هنا عند اكثر منين من نقطه. يبقى التضاعف في الحقيقيات بيحدث عند اكثر منين من نقطه، وطالما عند اكتر من نقطه يبقى هنا تضاعف 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 وكله في النهايه هيقابل بعضه. فالتضاعف هنا سريع ولا بطيء؟ سريع. طيب تعالى بقى، هو بيقول لك ايه السبب؟ هل يحتوي السيتوبلازم في الانسان على تركيز اعلى من النيوكليوتيدا؟ ده اصلا التضاعف في النواه. تحتوي خلايا الانسان على نوع خاص من انزيمات بلمره اكثر سرعه؟ لا، هي يعتبر هي الانزيمات بلمره دي هي دي. طيب هل تقوم خلايا الانسان بهذه العمليه عند درجه اعلى، عند درجه حراره اعلى؟ يعني لا. طيب تعالى كده بنروح، يحدث ضعف دي ان ايه في الانسان عند عده نقاط في نفس الوقت، على عكس الاول وريت عند نقطه معينه وهي نقطه ايه واحده. في اي مشاكل؟ عند تغطيه البلناري عرضيا لجزئين، ما الذي يحدث للماده الوراثيه في الخلايا الناتجه مقارنه بالوراثيه للفرد الاب؟ باشا ما انت قطعت البلناري جزئين يبقى انت كده هتعمل لها عمليه ايه؟ تجدد. والتجدد ده انقسام ايه؟ ميتوزي. والميتوزي بيدي نسخه طبق الاصل من الماده الوراثيه. يبقى الماده الوراثيه كده، بص بقول لك ايه بقى؟ مقارنه، بقول لك الماده الوراثيه اللي في الخلايا الناتجه مقارنه بالاب. ما هو اكيد يعني ايه؟ تظل ثابته. اي الاشكال التاليه توضح الخلايا البكتيريه المقابله قرب نهايه الانقسام الميتوزي لها؟ اي الاشكال التاليه توضح الخلايا البكتيريه المقابله قرب نهايه الانقسام الميتوزي؟ بالراحه، انا عندي ده هينقسم ميتوزي. ماشي يا دكتور، بس قبل اي انقسام ميتوزي بيعمل حاجه اسمها تضاعف للدي ان ايه. حلو، يعني ايه تضاعف للدي ان ايه؟ يعني لازم الدي ان ايه ده يتضاعف يبقى 2. طب البلازميد ده يتضاعف يبقى 2. هو قال لك بلفظ الكتاب ان البلازميد تضاعف مع تضاعف الدي ان ايه. يبقى المفروض كده لما بقى يعمل انقسام هتبدا تلاقي دي عامله كده، دي خدت بلازميد، دي خدت دي ان ايه، ودي خدت دي ان ايه، دي خدت بلازميد ودي خدت بلازميد. يبقى
قرب نهاية الانقسام المفروض تلاقي كل خلية فيها نسخة طبق الأصل من الفرد الأبوي صح؟ يعني ده فيها بلازميد ده. طب دي ايه دي؟ لا مش هينفع. طب يعني هتودي لا مش هينفع. طب ايه دي؟ في خلية هتاخد بلازميد والتانية هتاخد دي ان ايه؟ برضه لا مش هينفع. أمال ايه؟ بص بص دي فيها دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ ده فيها بلازميد بلازميد بلازميد. في مشكلة كده؟ طيب اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح عملية تضاعف الدي ان ايه وبعض الانزيمات اللي تشارك فيها هذه العملية. أي مالي يحدث أي مالي يمثل هذه البروتينات بشكل صحيح. الشكل التخطيطي المقابل يوضح عملية تضاعف الدي ان ايه وبعض الانزيمات التي تشارك في هذه العملية. بعض الناس اللي تشارك في هذه الايه العملية. أي مالي يمثل هذه البروتينات بشكل صحيح. تعالى بالراحة جدا. والله أنا عندي هنا دكتور الشريط ده 5 وده قالب 3. فعلا الشريط ده انبنى من 5 متصل وده انبنى ايه متقطع قطع كده قطع قطع قطع. حلو انا عايز بقى انزيم بلمره الدي ان ايه فين هو؟ قال لك والله الواضح جدا بلمره الدي ان ايه انا عندي اهوت مثلا الشريط ده اهو مش عايز فيه الا بلمره الدي ان ايه يبقى اكيد ده سي اكيد اكيد انزيم بلمره ايه دي ان ايه. ماشي يا دكتور. طب تعالى بالراحه انا عندي واحد اهو ايه بيربط القطعتين ببعض يبقى كده الربط هو ايه. طب اللولب ما انت عندك اللولب بيفصل الشريطين اهو هو بي. في اي مشكله كده؟ طيب مفيش اي حاجه. السؤال اللي بعده سؤال 60 بيقول لك في العمليه الموضحه بالشكل المقابل اي مالي يمثل انزيم سي. انزيم سي ده بيكسر ايه؟ قال لك بيكسر روابط هيدروجينيه. طالما بيكسر هيدروجينيه قدامك يبقى ده غالبا انزيم ايه؟ انزيم اللولب اللي بيكسر هيدروجينيه. الدي اكسر غلط خالص. ليه؟ لان دي بتكسر هيدروجينيه وترساه هميه. طب البلمره ده بيبني تساهمية. طب الربط بيربط او بيبني تساهمية. طب اللولب بيكسر هيدرو يعني. اي لولبات تلاقيها تصف كميه كيفيه تضاعف الدي ان ايه. قال لك يرتبط سكر نيوكليوتيد الحره مع مجموعه فوسفات اخر نيوكليوتيد ارتبطت بالشريط الجديد ولا ارتبط مجموعه فوسفات النيوكليوتيد الحره مع سكر اخر نيوكليوتيد ارتبطت بالشريط الجديد ولا كبر من ده كله كده وتعالى ركز معايا في الرسمه اللي انا رسمها دي بالراحه. تعالى كده تخيل كده معايا ان ده الشريط الاصلي اهو دي قاعدة ده الشريط الاصلي دي قاعدة ده الشريط الاصلي ايه ودي قاعدة. الشريط الاصلي ماسك مع بعضه برابط ايه تساهمي. طب الشريط ده كام شرطة؟ قال لك والله هنا يا دكتور طالما انا بادي اهو سي 3 يبقى دي 3 شرطة 5 شرطة. فلو عايز نعمل عملية تضاعف يبقى هنمشي في اتجاه من 3 ل 5 على القالب يبقى دي هتكون بدايتي. هنروح نجيب ايه؟ قالك هتروح تجيب نيوكليوتيدة جديدة دي قاعدة هتجيب لها قاعدة تانية وهتيجي ادى النيوكليوتيدة اهي وادى الفوسفات. المفروض نعمل ايه؟ قالك اول حاجة بتتعمل لما تجيب النيوكليوتيدة الجديدة هتكون دي معدولة هتروح تجيب دي مقلوب بحيث الشريط التاني اللي جنبه يبقى كام شرطة؟ يبقى 5 شرطة بحيث تعرف تكون روابط هيدروجينية بين الايه؟ بين القواعد. يبقى اول حاجة بتتكون هو تكوين روابط هيدروجينية بين القواعد. طب انا خلصت دي هتروح تجيب كمان ايه؟ نيوكليوتيد اهي اهي يا دكتور اهي اهي اهي. حلو هنعمل ايه؟ قلنا على طول بنكون روابط هيدروجينيه قبل التساهميه. طب هل بالمره اللي بكون؟ قال لك لا هو بس ماشي بمبدا يا بخت ما نجمع راسين في الحلال. يعني مثلا ده مثلا تي هيروح يجيب قاعده عندها ايه ويعمل رابطه ايه؟ هيدروجينيه بين الايه والتي. حلو يا دكتور. طب هل هو اللي قال لك لا هو حط الاثنين قصاد بعض بحيث ايه يا بخت ما نجمع راسين فين في الحلال. بعد كده يجي عامل رابطه تساهميه بين الفوسفات ده اهي وسي 3 اللي قبل منها. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ قال لك بيضيف النيوكليوتيدات الجديده للي قبليها عن طريق ارتباط الفوسفات اللي ماسكه بسي 5 بسكر النيوكليوتيدات التاليه قصدي السابقه لها على نفس الشريط. طب تعالى نصغر كده ونشوف. يرتبط سكر النيوكليوتيد الحرة مع مجموعة فوسفات آخر نيوكليوتيد ارتبطت بالشريط الجديد. هو أنت بتربط السكر بس ولا الفوسفات بالسكر؟ أنت بتربط الفوسفات بالسكر اللي قبله. بتربط الفوسفات بالسكر اللي قبله. طب كمل. ترتبط مجموعة الفوسفات بتاعت النيوكليوتيد الحرة ماشي أهي أهي مع سكر آخر نيوكليوتيد ارتبطت بالشريط الجديد. فعلا أنت هتربط مجموعة الفوسفات بتاع النيوكليوتيد الحرة أهيت مع سكر اخر نيوكليوتيده اهوت ارتبطت بالشريط الايه؟ الجديد. طب كمل. ترتبط النيوكليوتيدات مع بعضها البعض في الاتجاه من 3 ل 5
طب يا دكتور هو الجديد بتبنيه اصلا 3 5؟ لا. طب بالراحه، ترتبط النيوكليوتيدات مع بعضها في الاتجاه من 5 3؟ قال لك اه. طب ثم يتزاوج الشريطين، هل التساهميه بتتكون بعد كده تزوج الشريطين؟ المفروض لا هيدروجينيه ثم تساهميه، يبقى بنعمل الاول هيدروجينيه بعد كده بنمسك الفوسفات اللي في اخر النيوكليوتيد تربطها بسكر اللي قبله بربطه تساهميه. يلا نجيب واحده هنا كمان اهي، اهي جبتها، تكون الاول هيدروجينيه لكن دي ماسك دي مربطها باللي قبل منها بربطه تساهميه وهكذا وانت ماشي. اخر سؤال 62، عايزين الشريط الاصلي. طب تعالى نشوف كده، مش ده الجديد؟ قال لك اه. ده الجديد؟ قال لك اه. طب تعالى نشوف بالراحه، ده تي يبقى ده ايه؟ ده ايه يبقى ده تي؟ طب ده جي يبقى ده سي؟ طب ده جي يبقى ده سي؟ طب ده سي يبقى ده جي؟ طب بما ان الشريط مش ده شريط قالب اهو اه، وده قالب اه، ما هو دول متكاملين. بما ان ده جي يبقى ده سي، طب ده سي يبقى ده جي، طب ده سي يبقى ده جي، طب ده تي يبقى ده ايه؟ طب ده ايه يبقى ده تي؟ طب حلو. طيب تعال بما ان ده تي يبقى ده ايه؟ ها ايه تي جي سي سي اهي سي جي. هو عايز الشريط الديني الاصلي، عايز ده وده، عايز الحمر اللي هو اي تي سي جي سي مع تي اي جي سي جي. اه اي اي لا ما ينفعش. طيب اي تي جي جي لا ما ينفعش. اي تي سي 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 لا بعيد. طب بص تي اي تي اي جي سي جي سي جي تمام. طب بص اللي بعده اي اي تي سي جي سي، هي دي الاي. يا جماعه انا كان معانا واحده جاموسه قاعده جنبنا وانا بنحل، فمعترضه على واحد. تعال بص بيقول لك ايه هنا، هو بيقول لك يرتبط سكر النيوكليوتيد الحره مع مجموعه الفوسفات. بص السكر ده، هل السكر ده بيرتبط مع مجموعه فوسفات اخر نيوكليوتيد ارتبطت بالشريط الجديد؟ يعني هو مين بيرتبط مع مين؟ المفروض الفوسفات الاخير بيرتبط مع السكر الايه اللي قبله بربطه تساهميه. الشكل المقابل ماذا يمثل الانزيم سي؟ والله الانزيم سين ده بيربط، ده جزء من شريط دي ان ايه، جزء من شريط ايه دي ان ايه، بيربط جزء من شريط مع جزء من شريط، اللي هيربط اجزاء او قطع مع بعضها بواسطه الطاقه يبقى اكيد ده انزيم الايه الربط. بالمره ما بيربطش قطع، دي اوكسرايب نيوكليز ده بيكسر اصلا. النسخ عكسي بيكون دي ان ايه من ار ان ايه، قصدي بيكون اه دي ان ايه من ايه من ار ان ايه، عكس عمليه النسخ. ما دور الانزيمات اللازمه للتحول من حاله واحد لحاله اتنين؟ فين حاله واحد اهي، حاله اتنين اهي. ملاحظ كده بس ان هنا كان في قطع اتربطت، باكيد اكيد اكيد اللي حصل هنا، هل تكوين رابطه هيدروجينيه؟ قال لك لا، ده دي قطع اتربطت. كسر الروابط بين النيوكليوتيدات؟ قال لك والله دي مش كسر، ده تكوين روابط. طيب ترتيب النيوكليوتيدات وربطها معا، هل انا رتبتها؟ لا، امال ايه، انا كونت روابط تساهميه بواسطه انزيم بنسميه انزيم الايه الربط. طيب اثناء اضافه جزيئات دي ان ايه لخليط من بعض المواد المستخدمه، اثناء اضافه جزيئات دي ان ايه لخليط من بعض المواد المستخلصه اللازمه لعمليه التضاعف، تزاوج شريط دي ان ايه كامل مع قطع دي ان ايه، اي المواد التاليه لم تتواجد في هذا الخليط. بالراحه، انا في شريط كامل مع قطع، يبقى اكيد اكيد الانزيم اللي ناقص هنا هو الانزيم اللي بيربط القطع دي مع بعضها، اللي هو انزيم بنسميه انزيم الايه الربط. ما الترتيب الصحيح لعمليه توضحها الاشكال المقابله؟ المفروض عندي بص الاول كده بنفك التفاف الاول بالموز ده، يبقى غالبا كده اول حاجه معايا رقم كام؟ 3. هنفك الالتفاف، بعد ما نفك الالتفاف بيدخل انزيم الايه اللولب يكسر روابط الهيدرو جيني. انا كده معايا غالبا كده، يعني غالبا يعني انا في شريط اهو هنا كده، ده في انا بنبني كده في الاتجاه 5 3، وده بيكون قطعه اهي وبيكون قطعه كمان، صح كده؟ صح. يبقى غالبا كده في رقم كام معايا بعد 3 2. طيب بعد كده انا غالبا كونت شريط كامل اهو وشريط قطع اهي. حلو. طيب اهو انا غالبا كده بعد 2 معايا كام؟ معايا 4 اهو، ادي القطع. بعد ما كان قطع بيدخل انزيم اسمه انزيم الربط عشان يربط، اللي هو رقم كام؟ 1. بعد ما يدخل ربط يربط هنكون شريط متصل اهوت
خمسة. ركزوا كده معايا، رسمة الفقاعة والايه والشوك. ايه دي؟ قال لك دي اسمها فقاعة التضاعف. فقاعة ايه؟ التضاعف. موجودة فين؟ قال لك موجودة في حقيقيات النواة. الشكل ده كده هتتعامل معاه ازاي؟ قال لك بهذا الوضع، بما ان الطرف ده خمسة يبقى الطرف ده تلاتة، يبقى الطرف ده خمسة، يبقى الطرف اللي بداية ده كام؟ تلاتة، يبقى الطرف ده خمسة. طيب تعالى بالراحة، بما ان ده خمسة يبقى ده تلاتة، يبقى ده خمسة، يبقى ده تلاتة، يبقى ده خمسة. احول لي هتلاقي الدنيا تمام. خمسة تلاتة، خمسة تلاتة، خمسة تلاتة، خمسة تلاتة. خلاص كده ده انا كده رقمت تمام. طيب ارجع بقى تاني كده ومشي، عشان انا ماشي هنبص هنا ونحط عين. والله الشريط ده القالب تلاتة يبقى جديد بكام؟ بخمسة متصل. طيب هنا خمسة ده القالب بكام هنا؟ خمسة. يبقى لازم نبني في الاتجاه الايه؟ المعاكس من تلاتة لخمسة على القالب. فين أول قطعة انبنت؟ اللي هي دي أول قطعة اللي هي ناحية الطرف خمسة شرطة. هو بنى كده، الناحية التانية اتكسرت، رجع ورا تاني بقى كمان قطعة، بنى كمان قطعة. طب تعالى هنا شريط قالب تلاتة يبقى جديد بكام؟ بخمسة متصل. طيب ده كام؟ خمسة. يبقى الجديد بكام؟ بتلاتة. هل ده ينفع؟ لك لا، هنبني في الاتجاه المعاكس. هذا القطع رقم واحد وهذا القطع رقم كام؟ اتنين. أي من ماري صحيح عن الاتجاه الدال على الأطراف س ص ع. الطرف ده تعالى كده بالراحة، أنا بما إن ده تلاتة يبقى الطرف ده كام؟ خمسة. يبقى س ده الطرف كام؟ خمسة شرط. طب فين ص؟ ص ص فين؟ أهي. قلنا الطرف ده كام؟ تلاتة شرط. طب عين؟ عين فين؟ عين اهو. بما ان ده تلاته يبقى ده كام؟ خمسه، ومن بينه متصل خمسه تلاته. عين خمسه تلاته، المفروض الطرف ده كام؟ خمسه. في مشاكل؟ طيب الاشكال المقابله توضح احدى مراحل تضاعف الدي ان ايه. ماذا تمثل هذه المرحله؟ والله انا شايف قدامي كده انه كان لولا هنا انا فكيت التفافه، يبقى غالبا المرحله دي كده. هل دي كسر رابطه؟ قال لك لا دي مش كسر. امال دي ايه؟ قال لك دي فك التفاف اللولا بالمز دوج، ان رابط ما زالت موجوده. بص هو كان عامل كده اللي حصل، بس ان اللولا بنفك، فده فك التفاف. ده سؤال جميل جدا على فكره. طيب السؤال اللي بعده، يلا، اي الاشكال تعتبر صحيحه اثناء التضاعف؟ تعالى كده بالراحه، الشريط القالب خمسه يبقى الجديد بكام؟ تلاته. هل التلاته ينبنى كده متصل؟ قال لك لا يا باشا، المفروض ينبنى في اتجاه الايه؟ المعاكس. يبقى ده غلط. طب تعالى بالراحه، القالب بتلاته يبقى الجديد بكام؟ بخمسه، المفروض يبقى متصل. يبقى دي غلط. طب تعالى كده، القالب بكام؟ تلاته، يبقى الجديد بكام؟ بخمسه، متصل. فعلا صح. طب تعالى كده، القالب بكام؟ بخمسه، بجد ده متقطع. لحد الان كده تمام. تعالى بالراحه كده، كمل. القالب بتلاته يبقى جديد بكام؟ بخمسه متصل. طب القالب بخمسه يبقى جديد بكام؟ تلاته. ينفع ينبنى متصل ولا ينبنى قطع؟ قطع. الله. طب الاتجاهات تمام في جيم ودال يا دكتور. ركز بقى معايا بالراحه بقى، هتلاقي غالبا في مشكله في القواعد. يعني ايه؟ بص تي تبقى ده ايه؟ صح؟ طب دي تي، يبقى هنا ايه؟ ايه تبقى تي تمام. طب تعالى ايه؟ غالبا هنا تي، التي تكاملها ايه؟ لحد ما دي تمام. طب بص كده هنا، التي تكاملها ايه؟ صح؟ هنا تي، يبقى اكيد هنا ايه؟ يبقى المفروض يكون هنا في ايه؟ تي. هل ده ينفع؟ طب بص هنا ايه؟ يبقى القالب الثاني تي، يبقى تكامل ايه؟ هل ده ينفع؟ برضه لا. اذا كده جيم ده الغلط، لان تتابع القواعد ايه؟ بايظ. سؤال رقم 70 بيقول لك، اي مما يلي لا يعد خطا يحدث في تركيب الدي ان اي. طيب الطفره دكتور، ما هي الطفره خطا، دي مش هنختار. تلف القواعد البيورينيه قبل التضاعف، ولا كسر الروابط الهيدروجينيه، ولا تغيير التركيب الكيميائي للقاعده النيتروجينيه؟ تلف القواعد ده يعتبر خطا، ايا كان بقى يتصلح مثلا، بس هو خطا. طب تغيير التركيب الكيميائي للقواعد، ما هو خطا برضو.
طب كسر، هل كسر الروابط الهيدروجينيه خلال التضاعف دي حاجه وحشه؟ ده اللي بنكسر عشان نبدا نبني اشرطه جديده. اي ما يميز فيروس الانفلونزا عن البكتيريا؟ كنا بنقول الفيروسات المحتوى الجيني ار ان ايه منها فيروس الانفلونزا، البكتيريا محتوى الجيني ايه دي ان ايه. الشكل الحلقي للماده الوراثيه، هل الانفلونزا شكلها حلقي؟ لا، ده يميز البكتيريا عن الانفلونزا. طب انتاج انزيمات تضاعف، هل الفيروس اصلا عنده انزيمات تضاعف ولا بتطفل على البكتيريا وبتستخدم انزيماتها؟ قال لك اه. طب يحاط بغشاء بلازمي، طب الفيروس، الفيروس اصلا عباره عن غلاف بروتين جواه دي ان ايه. طب معدل الطفرات عالي، قال لك اه. ليه؟ لان محتوى الجيني ار ان ايه والار ان ايه ده كام شريط؟ شريط واحد. شرط الاصلاح ان يكون معانا كام شريط؟ اتنين. فلو معاك شريط ار ان ايه شريط واحد اي جي سي يو، في الحاله دي لو دي باظت هل هتصلح؟ يستحيل تتصلح، يبقى يظهر معدل ايه ها؟ عالي من الطفرات. في اي مشاكل؟ الجزيئات التاليه تمثل مكونات الماده الوراثيه، اي منها اكثر عرضه للتلف؟ احنا قلنا عندنا القواعد اللي هي اكثر عرضه للتلف بلفظ الكتاب هي القواعد البيورينيه، لان كل يوم بيفقد حوالي 5000 قاعده بيورينيه، انك عباره عن كام حلقه؟ حلقتين. يبقى القواعد البيورينيه كام حلقه؟ ده عباره عن سكر خماسي، رايبوز ولا دي اكسربوز؟ ده اللي غالبا ده دي اكسربوز. ليه؟ بص السي 2 هتلاقي سي 2 اتش اتش، المفروض يكون عندها او اتش بس دي ناقصه اكسجين. طب ده يا دكتور ده سكر رايبوز؟ لا، دي قاعده حلقه واحده يبقى سي تي، دي قاعده حلقتين اي او جي. احنا عندنا من الاكثر عرضه للتلف البيورينيه اي او جي. في قطعه دي ان ايه مقابله حدث تلف عند كله من سين وصاد، ماشي، في نفس الوقت، اه يعني تلف على كلا الشريطين في نفس الوقت ونفس الموقع. طيب بيقول لك فاذا تم ادخال احدى النيوكليوتيدات في الموضع السين، يعني دخلنا عند سين هنا مثلا احدى النيوكليوتيدات ايه مثلا، فان نسبه الاصلاح هذه القطعه كام؟ قال لك والله انت عندك سين مع صاد، تمام، انت هيتدخل ايه؟ يا تي يا سي يا جي. يبقى صاد هتبقى ايه؟ تي اي جي سي. طب هو الاصل كان كام واحده من دول؟ والله الاصل ممكن يكون ايه مع تي، او تي مع ايه، او سي مع جي، او جي مع سي، صح؟ طب انت لما تيجي تحط، ما انت هتستخدم، هتحط واحده من اصل كام؟ من اصل اربع بدائل، صح؟ يبقى واحده من اصل اربع بدائل، يبقى كام في المية الاصلاح كده؟ 25%. تحتوي عينة الحمض النووي على 60% من البيورينات، أي مما يلي من المرجح أن يكون مصدر هذا الحمض النووي؟ قال لك والله يا دكتور ده 60% بيورين، إحنا أصلا المفروض واخدين في الدي إن إيه؟ في جزيء الدي إن إيه؟ اللي هو الشريطين، عدد البيورينات بيساوي عدد البريميدينات، لأن لو خدت الإيه مع الجي هتلاقيهم بيساوي السي مع التي، لان طالما جزيء دي ان ايه يا دكتور فلازم الاي هيساوي التي والجي يساوي السي، صح؟ ولكن انا لقيت البيورين 60%، طب انت لقيته 60%، هل غالبا كده ده شرطين؟ بقى ده غالبا ده كده مش دي ان ايه، ده مش دي، ما هو مايتوكوندريا ده كام شريط؟ شريطين، فالمفروض الاي بيساوي التي، لا ده غالبا لا. طب بلازميد، ما هو البلازميد ده يا دكتور شريطين، فالمفروض البيورين بيساوي البيرميدين. طيب دي ان ايه في حقيقه نواه ولا ار ان ايه في فيروسات؟ والله دي ان ايه يا دكتور كام شريط؟ شريطين، صح؟ اهو المفروض الشريطين يكون عدد الاي بيساوي عدد التي، دي غلط، يبقى اكيد ممكن يكون ار ان ايه، في مشكله؟ او شريط مفرد من الدي ان ايه، ما هو حاله من اتنين، حضرتك لو بصيتي على الاي ما لقيتهاش بتساوي التي والسي ما بتساويش الجي، لو لقيت البيورينات ما بتساويش البريميدينات، اذا على طول وانت مغمضه اللي معاكي يا اما شريط مفرد من الدي ان ايه يا اما شريط ار ان ايه، بس لو كان تي يبقى اكيد شريط مفرد من الدي ان ايه، بس الراجل قال لي بيورين، ما هو البيورين ايه وجي موجود في الاثنين دي ان ايه ار، انت عارف لو اقول لك بيراميدينات
سي وتي يبقى لازم شروط المفرد دي ان ايه؟ الله على الجمال. ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن دي ان ايه؟ وده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن هيستونات او بروتينات هيستونيه. بروتينات ايه؟ هيستونيه. قال لك ده الدي ان ايه بيبقى دي ان ايه عنده مجموعات. خدنا في تكثيف، عندنا في تكثيف الدي ان ايه كنا بنستخدم الدي ان ايه في مجموعات فوسفات سالبه الشحنه بنلفها حوالين بروتينات هيستونيه كانت موجبه الايه؟ الشحنه. الهيستونات الموجبه ده هي كانت عباره عن نوعين من الاحماض الامينيه، يا اما يكون حمض امين اسمه الارجينين، يا اما حاجه اسمها اللايسين. ده كان عنده مجموعه القايل موجبه الايه؟ الشحنه. القايل موجبه الشحنه. كان الدي ان ايه السالب بيلف حوالين البروتين الموجب. مين اللي كان بيلف من الدي ان ايه؟ السكر ولا القاعده ولا الفوسفات؟ الفوسفات. احنا كنا بنعمل كده عشان نقصر تقصير الدي ان ايه حوالي كام مره؟ 10 مرات. ليه؟ لان احنا لسه بنكون معانا هيستونات او بروتينات هيستونيه. قال لك مجرد ما الدي ان ايه التف حوالين البروتين بنسمي ده نيوك ليوسو. طيب انا اي مال صحيح بقى يحدث خلال تضاعف الدي ان ايه؟ احنا اتفقنا اتفاق مع بعض الكتاب بيرجع لنا ايه؟ قلنا تضاعف الدي ان ايه لا يحدث الا عند فك الايه؟ الدي ان ايه الى شريط مفرد من النيوكليو سوبيت. ما هو ده فعلا غالبا كده شريط مفرد اهو. ولكن قال لك بص 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 في اوليات النواة. الدي ان ايه اللي في اوليات النواة بالكامل غير معقب ببروتين. دي ان ايه ما فيهوش اصلا بروتين. طب المحتوى الجيني للبكتيريا؟ احنا قلنا خلاص بقى البكتيريا ما فيهاش نيوكليوسو. طب كروماتين مفكك للخلايا البشريه؟ طب ده كروماتين ولا يحدث خلاله النسخ في اوليات النواة؟ بالراحه كده بالراحه. الراجل هنا بيقول لك ايه؟ يحدث خلاله نسخ لمين؟ للام ار ان ايه؟ والله في اوليات ايه؟ النواة. احنا قلنا اتفقنا هل في اوليات نواة فيها؟ يبقى اكيد ده كروموتين ايه؟ مفكك. يعني ايه كروموتين مفكك؟ قال لك ما هو ده في النهايه بعد كده هيلتف حوالين بروتينات غير السونيه طن غير غير السونيه تركيبيه هيكون كروماتين ايه؟ مكدس عشان يكون كرومو سوم. فده اكيد اكيد كروماتين بس احنا فكيناه عشان نعمل نسخ. ركز بقى. او ترجمه بس في حقيقيات مين؟ النواه. اوعى تنسى ان النسخ او الترجمه في الحقيقيات لابد 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 ان يكون معانا شريط مفرد من النيوكليوسومات. 76 اي مما يلي تتفق فيه كل من اوليات النواه وحقيقيات النواه. وجود الكروموسومات، تعال نتفق اتفاق ان اوليات النواه ده عباره عن دي ان ايه لولب مزدوج ملتحم النهايتين لا ينتظم على هيئه كروموسومات. ده اصلا ما عندوش ايه؟ كروموسومات. يبقى ده مش وجه شبه. انما الحقيقات عندها كروموسومات. درجة تعقد المادة الوراثية للبروتين نتفق اتفاق تاني مع بعض ان الاوليات ده اهي دي ان ايه غير معقد ببروتين. طب غياب الميتوكوندريا؟ والله يا دكتور الحقيقيات فيها ميتوكوندريا، الاوليات ممكن يكون فيها ممكن يكون ما فيهاش. تمام. طيب نوع انزيمات التضاعف، قال لك اه انا عايز وجه ايه؟ انزيمات التضاعف هنا بالمره دي ان ايه وهنا بالمره دي ان ايه، هنا لولب وهنا هنا ربط وهنا ربط. في اي مشكله كده؟ انا عايز حاجه متفق من الاوليات والايه والحقيقيات. الكروموسوم لا ده موجود في واحد من الاثنين، التعقد لا. طب الغياب الميتوكوندريا لا. اللي بعده الرسم هنا المقابل يوضح نسبه بين كميه الدي ان ايه وكميه البروتين الذي ينتجها الكائن سين. كائن سين ده الدي ان ايه عنده كتير بس البروتين اللي بينتج كميته ايه قليله، يبقى غالبا غالبا ده حقيقيات نواه. ليه؟ خدنا حاجة في المحتوى الجيني إن في الأوليات 90% من الـ DNA فاكرة كان بيمثل إيه؟ شفرة، و10% لا يمثل شفرة. أما الحقيقة زي الإنسان أقل من 70% لا يمثل شفرة. أقل من 70% يمثل شفرة. وأكثر من 30% لا يمثل شفرة.
لو لقيتي جزء كبير من الدي ان ايه عديم الشفره يبقى على طول حقيقه نواه. لما الاوليات معظم الدي ان ايه يمثل ايه؟ يمثل شفره. طب يعتبر هذا الكلام الاوليات؟ قال لك المفروض الاوليات كنت هتلاقي الدي ان ايه كده، هتلاقي البروتين كده، معظم يمثل شفره. طب اكثر من نصف كميه دي ان ايه لا تمثل شفره، اكثر من نص الدي ان ايه لا يمثل شفره فعلا. والله انا بص هو اكتر فعلا من الدي ان ايه اكتر من نص اهو لا يمثل شفره. طب تعالى كمل، تتوقف كميه البروتين على الدي ان ايه؟ هل انا بنقرن الدي ان ايه بالبروتين على طول؟ قال لك مش شرط. ليه؟ لان ممكن الدي ان ايه اصلا ما يكونش ليه لازمه. زي مثلا الدي ان ايه فين مثلا؟ في حيوان السلمندر، او السلمندر ده دي ان ايه بتاعه 30 مره قد الانسان، مع ان 98% من الدي ان ايه بتاعه ملوش اي ايه لازمه، فمفيش اي علاقه بين الدي ان ايه والبروتين ككميه. طب كميه دي ان ايه تمثل شفره حوالي 70%؟ والله يا دكتور اللي تمثل شفره حوالي كده يعني نسبه قليله، يبقى اذا الاجابه رقم ايه؟ ب. طب السؤال اللي بعده، ما العلاقه بين كميه الدي ان ايه وما يتم انتاجه من البروتين في الخلايا؟ طرديه في حقيقه نواه ولا عكسيه؟ ولا طرديه ولا توجد علاقه؟ لا توجد علاقه بين كميه دي ان ايه والبروتين. اما لو قال لك علاقه الدي ان ايه اللي بيمثل شفره والبروتين، كل ما اللي بيمثل شفره يزيد كميه دي ان ايه البروتين هيزيد. لكن لما اقول لك الدي ان ايه اللي بيمثل ايه؟ شفره. ولكن لو دي ان ايه سكت العلاقه لا توجد ايه علاقه. اي لابرات تاليه؟ ده حتى لو قال لك ثابته، مفيش حاجه برضو اسمها ثابته، ما هو كونك تقول لي ثابته يبقى مهما يزيد دي ان ايه البروتين ثابت. قال لك لا، ما هو ممكن يزيد وممكن ما يزيدش. اي مالي صحيح، تزداد كميه الدي ان ايه في الفقرات العليا؟ بالراحه. لا توجد علاقه بالمحتوى الجيني تطور الكائن، ولا السلمندر به اكبر عدد من الجينات الناشطه، ولا الانسان يحتوي على اكبر كميه من الدي ان ايه؟ تعال نشوف كده. قال لك تزداد كميه الدي ان ايه في الفقريات العليا. دكتور دي ان ايه فقريات عليا؟ دي ان ايه فقريات عليا؟ قال لك مش شرط. ليه؟ لان مفيش اي علاقه بين كميه الدي ان ايه والرقي بتاع الكائن. تمام؟ طيب لا توجد علاقه بالمحتوى الجيني وتطور الكائن؟ علاقه فعلا صح. كميه دي ان ايه هل علاقه بالتطور؟ قال لك لا. طب السلمندر به اكبر عدد من الجينات النشطه، ده الجينات ده المحتوى الجيني بتاع السلمندر 98% ملوش اصلا لازمه. طب الانسان يحتوي على اكبر كميه من الدي ان ايه؟ يبقى انا كده برضو دي ايه غلط. اي مال صحيح بالنسبه للمحتوى الجيني لحيوان السلمندر؟ كميه الدي ان ايه التي لا تمثل شفره به اكبر من الموجوده في الانسان؟ فعلا ده هي اصلا كميه الدي ان ايه اللي فيه كلها 30 مره قد الانسان، و98% من دول مالهمش شفره. يبقى الكميه اللي تمثل شفره كميه كبيره جدا. طب باشا انت شاك فيها، سيبها للاخر. به اكبر عدد من الجينات النشطه؟ لا، جيناته مش نشطه، جيناته ملهاش لازمه. اقل من 70% محتوى الجيني لا يتضاعف؟ باشا الدي ان ايه كله بيتضاعف، سواء كان يمثل شفره او ما يمثلش شفره. طب يتم نسخ حوالي 30%؟ لا، نسخ يعني هنترجمه، يعني هنجيب منه بروتين. نسخ كام في المية المفروض؟ 2% بس من المحتوى الجيني بتاعه. يبقى فعلا كمية المحتوى الجيني التي الذي يمثل شفرة عنده 98% من 30 مرة قد الإنسان، يبقى أكيد كميته أكتر من الإنسان. إذا احتوت خلية الحيوان المنوي للإنسان على حوالي متر من الدي إن إيه، يعني الحيوان المنوي اللي هي خلية الجنسية، فما طول الدي إن إيه الموجود في الخلية الجسدية للسلمندر؟ بالراحة بقى، ما هو المفروض الحيوان المنوي للإنسان متر، يبقى الجسدية للإنسان 2 متر. طب ما هو السلمندر كجسدية 30 مرة قد الإنسان، يبقى 2 في 30 بكام؟ ب 60 متر. الطفرات، وما أدراك ما الطفرات؟ عند تهجين نباتين كانت المجموعة الصبغية للأول 4 نون، أما الثاني 6 نون، فنتج النبات 8 نون. الله، طب إزاي يا دكتور؟ قال لك بالراحة، اللي كان المفروض يحصل إن نجيب أمشاج من الأربعة نون ده يبقى 2 نون، نقرنهم مع امشاج ده 6 نون يبقى المفروض نصهم 3 نون، فالنبات المفروض يكون كام نون كده؟ 5 نون، صح؟ ولكن الناتج للاسف كان 8 نون، كان 8 نون. طب تعالى بره كده ركز معايا. قال لك والله ايه اللي حصل؟
قال التهجين بين نوعين مختلفين من النباتات حتى لو يعني. وبعدين كان طب كمل. صبغيات كل من نباتين لم تختزل الستة كل امشاج. انا قلت لو ما اختزلتش باربعه نون زي السته نون كان هيدوا كام نون؟ 10 نون مش 8 نون. طب صبغيات النبات الاول لم تختزل، والله الاول اربعه نون زائد الثاني، احنا ده ما اختزلناش اهو. طب الثاني اختزلناه 3 نون كان هيكون كام نون؟ 7 نون مش 8 نون. طب صبغيات النبات الثاني لم تختزل، والله تعالى بالراحه كده الاول اختزل بقى 2 نون والثاني ما اختزلناهوش سيبناه 6 نون. الله الله طلع 8. من اسباب تطور الزواحف، تطور الزواحف حدوث ايه؟ طفرات صبغيه مستحدثه، ولا صبغيه تلقائيه، ولا جينيه مستحدثه، ولا جينيه تلقائيه؟ قال لك والله بص، تطور الزواحف ان 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 الزواحف يبقى لك منها كذا نوع، والانواع دي تتوارث، يبقى غالبا الطفره مش جسديه، لانها لو جسديه كانت لا تورث، كانت تبقى على فرض وانا عايز تطور يعني عايز سلالات جديده، يبقى دي غلط. طب جينيه خلاص ماشي بالراحه بقى، هل انت اللي استحدثتها انت كانسان؟ لا، ده التطور دي حاجه طبيعيه، يبقى دي تلقائيه منها نفسها. ومشجيه حتى تتوارث عبر الايه؟ الاجيال، عشان تبقى طفره حقيقيه تورث. تؤدي الطفرات الجينيه إلى تغيرات وراثية عندما تتوارث لا جنسيا أكثر منها عندما تتوارث جنسيا. طب ليه؟ قال لك أصل أنت عندك الأميبا لما تتكاثر لا جنسي هتتكاثر بانقسام إيه؟ ميتوزي. فالميتوزي كده كده هيدي نسخة طبق الأصل من الفرد الإيه؟ فلو أي كائن حدث فيه طفرة والكائن ده هتكسر لا جنسي 100% الطفره هتورث، لان يعني انقسام انقسام ميتوزي. كل الطفرات تورث في حاله التكسر اللا جنسي، ما السبب في ذلك؟ السبب بقول لك ايه، بص، تؤدي الطفرات الجينيه الى تغيرات وراثيه عندما تتوارث لا جنسيا اكثر منها جنسي، فعلا لان كل الطفرات تورث في التكسر ايه؟ اللا جنسي. طب ليه في التكسر؟ قال لك التكسر الجنسي فيه انقسام ميتوزي نسخة طبق الأصل. طب كل الطفرات لا تورث في الجنسي؟ قال لك لا، هي تورث. طيب بس أنت ليه حابب اللاجنسي؟ لأن في انقسام ميتوزي كلها تورث. طب الطفرات تكون حقيقية في التكاثر اللاجنسي وغير حقيقية في الجنسي؟ لا، ما هو هنا حقية وبرضه هنا حقية، ما هو الجنسي هيورث برضه. طب الطفرات تكون غير حقيقية في التكاثر اللاجنسي؟ لا يا باشا، ده هتورث تبقى حقيقية. في أي مشاكل؟ كل الكائنات الحية التالية يمكن ان يحدث بها طفره جسديه حقيقيه ما عدا الهيدرا. قالك بيتكاثر لا جنسي صح، فلو طفره في خليه جسديه هتنتقل، لان التكاثر بيدي نسخه طبق من الفرد الابوي بميتوزي. طب فطر بنسلم، ما هو ده بيتكاثر لا جنسي، فلو الفطر هو الفطر بنسلم، لو فطر في خليه بايظه هيتكاثر اكيد لا جنسي. طيب هيتكاثر لا جنسي، فالخلايا الجديده نسخه طبق الاصل من الفرد الابوي. طب النحل ذكر وملك، الذكر لما يجيب هيجيب ايه؟ هيتكاثر بامشاج، والملكه هتتكاثر بامشاج، فعشان الطفره دي تورث لازم تكون في الخصيه ولا مش في الخصيه؟ قال لك لازم تكون في الخصيه او المبيض. طب لو في الجسد عمرها ما هتورث، لان دي بتتكاثر عن طريق الامشاج. طب نبات الموز، ما هو نبات الموز ده ممكن يتكاثر بتكاثر لا جنسي، انا ممكن اعمل له تكاثر لا جنسي في ايه؟ بزراعه انسجه بانقسام ميتوزي فنورث الايه؟ الطفره. السؤال اللي بعده سته وتبقى مين. أي مما يلي يؤدي إلى حدوث طفرة حقيقية في نوع من الثدييات، في نوع منين؟ من الثدييات. 86 أي مما يلي يؤدي إلى حدوث طفرات حقيقية في نوع من الأمشاج؟ تغير في تتابع النيوكليتيدات لجين في خلية الجلد. والله لو جين في جلد يبقى دي طفرة جسدية، والطفرة الجسدية المفروض غير حقيقية لا تورث. طب زيادة الصبغ الجنسي في بويضة الأنثى؟ قال لك والله لو زودنا صبغ جنسي في بيضه الانثى هتكون بيضه 22 زائد اكس اكس هتخصب بحيوان منوي مثلا 22 زائد واي هتدي 44 زائد اكس اكس واي ذكر كلاينفلتر، وكلاينفلتر ده ايه؟ عقيم، فمش هتورث. ما
بانها في جنسين، تغير في تتابع النيوكليوتيدات للجين في الحيوان المنوي؟ قالك اه، لو غيرنا في تتابع النيوكليوتيدات في الجين في الحيوان المنوي، والحيوان ده هيروح يخصب بويضه، فغالبا الجين ده هينتقل للفرد الجديد، يبقى انا كده ورثت الطفره. اخصاب بويضه بحيوانين، ده بويضه نون دخلها حيوانين نون، نون هيدي كام نون؟ 3 نون، ده يحصل اجهاض، تضعف ثلاثه في الانسان مميت، مش هيكمل. متلازمه مش عارف كذا هي اضطراب عصبي خطير يسببه طفرات في اكثر من 30 جين مختلف، في حين ان معظم هذه الطفرات موجوده في الحمض النووي دي ان ايه الموجود داخل النواه. يبقى المعظم موجود فين؟ في الحمض النووي دي ان ايه داخل النواه، الا ان عدد قليل موجود منها في الدين الخاص بالميتوكوندريا. مشكله ايه لبرت ليه تصف الامشاج اللي تحمل الطفرات المسببه لهذه المتلازمه؟ هل جميع جاف في بعض؟ قال لك بص، هو المعظم في النواه والبعض في الميتوكوندريا. طيب يبقى كده هل جميع الجينات في البويضات بس؟ قالك لا، ما ممكن يكون نواة حيوان او نواة بويضة. طب جميع الجينات توجد في كل من البويضات والحيوانات؟ قالك اه، هو قالك المعظم في النواة والبعض في الميتوكوندريا، يبقى اكيد الكل اكيد في النواة والميتوكوندريا، انا في الحيوان والبويضة. طيب اي الاختيارات التالية تصف الحالة المقابلة؟ الحالة المقابلة دي طفرة رقم واحد في شريط دي ان ايه، ده شريط دي ان ايه غير طبيعي. ايه اللي حصل يعني؟ طفره واحد اي جي تي اي جي تي، انا كده غيرت ايه؟ غيرت نيوكليوتيد، غيرت ايه؟ نيوكليوتيد جوه جين، يبقى دي طفره جينيه. طالما انا لعبت، لو في السؤال هيلعب في قواعد يبقى دي طفره جينيه على طول، يبقى غالبا كده التغير في صفه واحده. تعال لنا كروموسوم طبيعي، الكروموسوم الطبيعي ده A B C D، دي قطع ممكن تكون بقى جين، عدة جينات ايا كان. كروموسوم غير طبيعي ايه اللي حصل يا دكتور؟ انت عملت استبدال دي مكان بي، ده انت غيرت كده في قطعتين، بوظت الجينات اللي هنا والجينات اللي هنا، يبقى انت كده لعبت طفرة جينية ولا صبغية؟ صبغية، طالما ما بتلعبش بركات يبقى دي طفرة صبغية. مين الاكثر شدة؟ قال لك لو انت بتلعب في جين واحد ولا بتلعب في عدة جينات؟ عدة جينات، يبقى الطفرة في الصبغية أكثر شدة، يبقى الطفرة رقم 2 أكثر شدة. طب كمية جينات متأثرة أكيد في الصبغية أكتر. إذا تعرض حيوان الصبغي الجنسي واي للحيوان المنوي لبعض الإشعاع قبل عملية الإخصاب، يعني واي باظ أدى حدوث طفرة، يعني الحيوان المنوي 22 زائد واي، واي ده باظ حصل فيه طفرة. طيب أي مال يميز الفرد الناتج عن البويضة المخصبة بهذا الحيوان؟ هل يورث الطفر لابناء الذكور؟ ما فعلا مش هو واي، الواي ده هيروح لمين؟ قال لك هيروح لبويضه 22 زائد اكس، فالناتج هيكون 44 زائد اكس واي، يبقى فعلا كده هيديها لابناء الايه؟ الذكور. طيب تعالى كمل، يورث الطفر لابناء الناس؟ قال لك هو الواي هيروح لمين؟ الواي لو راح يبقى هيدي ذكر مش انثى. يورث لابناء الذكور والناس؟ قال لك لا، هو ابنه ايه مين؟ الذكر والانثى للذكر بس. ليه؟ لان هو هيدي الواي لمين؟ اكيد ذكر. طيب ما وجه الشبه بين طفره الاغنام بتاعت انكن، سؤال جميل جدا وجه ثانويه عامه قبل كده، وطفره النباتات اللي تنتج ثمار كبيره الحجم، هل اهميه؟ قال لك والله انكن دي كانت بالنسبه له حلوه، فدي طفره مرغوبه. طب والطفرات اللي فيها ثمار كبيره الحجم دي طفره برضو مرغوبه، فالاهميه دي شبه فعلا صح. طب المنشا، المنشا هي تلقائيه ولا مستحدثه؟ انكن قام الصبح من النوم لقى ماشيه رجوله قصيره، في طفره بالنسبه له تلقائيه، انما احنا نباتات بتاع الثمار كبيره الحجم دي ما قلناش ان احنا اللي عملناها، دي طفره مس عن طريق مواد غاز الخردل كولشيسين حمض النايت روز، هنرجعها كمان شويه. طيب الخلايا تحدث بقى الطفره؟ والله يا دكتور هنا دي تورث، يبقى دي ماشي جاي. طب مش هو خدهم وعمل منهم اكثار، يبقى دي ورثت. طب النباتات اللي ثمرت اللي انتجنا الثمار كبيره الحجم يبقى دي طفره جسديه، هل الخلايا زي بعضها؟ لا، ده واحده مناسب والثانيه جسديه. طريقه التكاثر التي ادت لانتقالها للجيل الثاني؟ قال لك دي تكاثر جنسي، انما النبات ده تكاثر ليه؟ ما هو انا عايز ننقل الصفه زي ما هي بالظبط، يبقى كده هنعمل تكاثر جنسي ولا جنسي؟ لا، لو انت عايز تنقل الطفره زي ما هي بالظبط ما فيش تنوع، اعمل تكاثر ايه؟ لا جنسي.